أحبائي، أصدقائي، زملائي، في الساعات الأخيرة من آخر يوم، من آخر أسبوع، من آخر شهر في هذا العام الاستثنائي، العام الذي كان عام التحديات على مختلف المستويات، أهنئكم بالعام الجديد، وأتمنى لكم أحبائي وأصدقائي وزملائي عاما قادما بالأمنيات والإنجازات والنجاحات بإذن الله. أغتنمها فرصة ولأتوجه بتحية شكر وامتنان وتهنئة تقدير واحترام بالعام الجديد إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، القيادة التي برهنت بالدليل القاطع تلو الدليل أنها القيادة الاستثنائية المرجوة للأوقات الاستثنائية، كيف لا؟ وقد جعلت قيادتنا من عام تشاءمت فيه التكهنات وتواضعت فيها التوقعات، عام شطار الذرة وعام غزو المجرة، في عام اهتزت ولربما ترنحت فيه دول كبرى أمام الجائحة فعجزت عن النهوض بأعبائها تجاه شعوبها أمام الجائحة، كانت دولتنا الرشيدة، دولتنا الحبيبة، تضرب المثل الأروع في التصدي للجائحة وتداعياتها وطنياً، بل وتوجهت بمساعداتها ومعوناتها عالميا. في جامعة حمدان بن محمد الذكية كانت نصب أعيننا رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وكان دليل عملنا توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، التوجيهات التي شحنت همتنا بطاقة لا حدود لها في عام لا حدود لتحدياته، فكانت طموحاتنا لا حدود لها، وكان النجاح والحمد لله حليفنا في تحقيق أهدافنا. وعلى سبيل المثال، جامعة حمدان كانت ممثلة للعرب بوصفها الجامعة العربية الوحيد في تحالف اليونسكو لمواجهة تحديات التعليم خلال عام الجائحة، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا والاتصالات وكبرى الشركات التقنية من بينها جوجل وفيسبوك وهواوي. الجامعة تلقي طوق النجاة في خضم الجائحة إلى المعلمين، لا فحسب في الدولة بل على مستوى العالم، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات في الدولة ومع اليونسكو تطلق برنامجين لتدريب المعلمين على تقنيات تقديم وتصميم الدروس عبر الإنترنت والتعليم عن بعد، وإقبال بمئات الآلاف على البرنامجين، أكثر من 350 ألف على مستوى العالم وفي أكثر من 100 دولة. الجامعات على مستوى العالم تحاصرها التحديات، وجامعتنا بحمد الله تنطلق لتصبح منصاتها جميعا على السحاب وتقدم خدماتها كلها سحابية. على الصعيد المهني الشخصي، سعدت أن أكون على رأس فريق عمل الجامعة، فريق عمل واجه التحدي بجدارة ودراية واقتدار، فريق أثبت بأدائه خلال هذا العام المختلف أن سدود الصعوبات والمشقات لا تقف أمام نهر العطاء والجد والأداء الصادق المخلص. أشكر فريق عمل الجامعة من كل قلبي وأهنئهم بعام آت مقبل بمزيد من النجاحات. في الختام، أحبائي، أصدقائي، زملائي، أرجو لكم ولعائلاتكم عاما عامرا بالصحة والعافية والخير والسعادة والإنجاز، وكل عام وأنتم بخير.